السلام عليكم. إذا تحبون محتوى سينمائي وتلفزيوني وعلى خفيف فيديو جيمز، اشتركوا في قناتي وبعد فعلوا زر التنبيهات. اليوم راح أتكلم معاكم عن فيلم الأنيميشن Justice Society World War II، وفيلم أنيميشن لشركة دي سي كوميكس. وهالفيلم ترى ما له أي علاقة بأفلام دي سي السابقة، هالفيلم مثل ستاند ألون، ويصلح للناس اللي عمرهم 12 سنة، لأن في مشاهد يعني تقتل، بس ما في أي مشاهد مخلة للآداب. من إخراج جيف وامستر، وقصة الفيلم عن جمعية العدالة الأمريكية أو Justice Society of America، وهي مجموعة من الأبطال الخارقين الذين هم حلفاء في الحرب العالمية الثانية، حيث يصل إليهم حليف من المستقبل الذي يمكن أن يغير أحداث التاريخ للأبد. ويا جماعة، من أول 10 دقائق في هالفيلم تذكرت فيلم أنيميشن عظيم لدي سي اسمه Justice League The Flashpoint Paradox. طبعا ذاك الفيلم جبار وفظيع في عالم فيلم الأنيميشن لدي سي، ولكن هالفيلم ما كان بمستوى فيلم The Flashpoint Paradox، وبعد ما كان بالمستوى العالي في أفلام الأنيميشن لعالم دي سي. طبعاً في بعض الأفلام التعبانة، بس هالفيلم كان متوسط، كان جيد، كان في النص. أنا ما انبهرت بشكل مذهل أثناء مشاهدتي لهالفيلم، استمتعت فيه وأنا أحب أفلام الأنيميشن مال دي سي، بس مخلص الفيلم ما قلت damn that was good. يعني ما أني الشعور مشابت فيلم Justice League Apocalypse War، يعني ما أني ذي الشعور، كان أوكي. وفي هالفيلم طلعت شخصيات قديمة في عالم دي سي ما حصلت حقها على الشاشة، مثل شخصية أور مان، ترى هالشخصية دي وايد مثل الاهتمام. وبعد في شخصية جاي جارك اللي بعد طلع في مسلسل The Flash، أنا أعرف هالشيء بس حبيت أشوفه في عالم دي سي مال أنيميشن، أحس أنه يحتاج يطلع أكثر في الأفلام. وفي Justice Society World War II حط Wonder Woman في مركز قيادي، شخصيتها وايد قوية وقيادية. وللأمانة هالفيلم وبعد فيلم زاك سنايدرز جاستس ليج خلاني أكره أكثر فيلم وندر وومن 1984. هذا قيمته 6.5 من 10. عقب هالفيلم فيلم زاك سنايدرز جاستس ليج مفروض أعطي تقييم أقل، يعني أعطي كذي 5 أو 5.5، لأن وندر وومن في هالفيلم صج كانت عجيبة، ومشاهد الأكشن لهالشخصية ذي وايد مشابهة لمشاهد الأكشن في فيلم وندر وومن اللي نزل عام 2017. في مشاهد كانها كوبي بيست صايرة، وواضح أن المخرج تأثر وايد بذاك الفيلم. وبعد في شخصيات ثانية مثل هاكمان وبلاك كناري، هاي كانت إضافة حلوة مع ضيوف شرف آخرين ما بقول لكم منهم. وواضح أن Justice Society هو صار مثل سيتاب أو تجهيز لأفلام مستقبلية في عالم أفلام دي سي لأفلام الأنيميشن. برافو على وارنر في هالعالم ذي، في عالم الأنيميشن يعني عندهم تخطيط، يفكرون عكس اللي يصير حق عالم الأفلام السينمائية اللي الفانز يبون شيء واضح، عيني عينك يبونه كلير، والهاشتاج صار رتويت فوق مليون مرة، بس سبحان الله ما يبون يسوون هالشيء، سبحان الله. يا جماعة الخطر، صعب تشوف فيلم في Justice Society أو Justice League بدون ما تطلع شخصية باتمان. هاي ترى ما يعتبر حركة، شوف الدعاية، شوف البوستر، يعني افتقدت شخصية باتمان. أرى في شخصية ثانية شوي بديلة أو مشابهة لباتمان، بس خلاص يعني I need to watch The Dark Knight في أي فيلم حق دي سي، وإذا ما حطته باتمان مفروض تكون القصة شيء خرافي وجبار بقوة قصة فيلم Flashpoint Paradox. بس إن القصة كانت عادية، فيها تويست خفيف، اوكي استانسنا على تويست، عقب خلاص. الفيلم كان يفتقد عامل الابيك، يعني في بعض المشاهد في بعض الاشياء صارت كنت اقول واو يعني اوكي شيء حلو، بس عقب بس حماسي قل. وهي ترى فيلم انيميشن، يعني يو كان جو كريزي، عادي تصدمون المشاهد، يطلع اي احد، ما يحتاج تسوون سيت اب حق الشخصيات وايد، لان هالشخصيات ذي يعني مثل ايكونز، شخصيات اسطوريه معروفه. فهالفيلم حسيته سيف الى حد ما، بالرغم من استمتاعي بس كان سيف. وحتى الرسم، يعني الرسم عندي بالنسبة لي شيء عادي شيء اوكي، بس اخويا يقول لي لا الرسم ما عجبني، فالفيلم غير كان افضل. انا اشوف الرسم كان اوكي نوت باد. في وايد ناس حتى على تويتر وفي انستغرام كان يعني قريت بعض التعليقات ان هالرسم دي صار كانه مال سبيس تون. انا اشوف انه اوكي، مو بشيء خرافي ولا شيء مميز، بس كان الرسم جيد. فيا جماعة اذا انتم متوقعين تشوفون شيء معين في هالفيلم، شيء احنا متعودين عليه من افلام دي سي الانيميشن، لكن ما راح تشوفون هالشيء بالكامل، ما راح يكون مرضي لكم 100%. في فيلنز انترستينج، طلعوا فيلنز بعد كانوا خلينا نقول يعني مخفيين، او في تليفوني، طلعوا لنا فيلن كانوا مخفيين او ما طلعوا وايد على الشاشه فطلعوا في هالفيلم، انا اقدر هالشيء وايد، بس القصه كانت تحتاج حماس اكثر. وللامانه المشهد في البدايه في الفيلم ذي كان وايد حلو، كان مشهد وايد انترستينج، بس للأسف الفيلم ما اكتمل على هالمشهد ذي، بس يمكن نشوفه في أفلام مستقبلية، لأنه مثل ما قلت لكم أنا أحس إنه يكون سيت اب حق عالم جديد. بسامح يا جماعة الفيديو قصير، بس هاي فيلم أنيميشن ما في أي شيء ثاني ممكن أضيفه أو أحلله. أنصحكم تشوفون هالفيلم، خصوصاً يا عشاق دي سي، ترى الفيلم جيد وممتع. تقييم الشخصي بين 6.5 و7 من 10، ترى الفيلم موجود أونلاين. هاي يا جماعة الخير، إيش رأيكم في الفيلم؟ كم تقييمكم من 10؟ وش رايكم في القصة؟ هل ذكرتكم فيلم The Flashpoint Paradox؟ وش رايكم في مستقبل أفلام الأنيميشن لشركة دي سي؟ وش رايكم في مستقبل أفلام دي سي السينمائية؟ اللي تابعني في تويتر
بيعرف شعوري. وإذا حبيت هالفيديو ذي طقونا لايك وسوونا شير وسبسكرايب وفولو بعرف وسائل التواصل الاجتماعي. يلا يا جماعة، تشوفكم على خير.